السلام عليكم أخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بألف خير. معكم زكي الفيري من قناة ويتزاكيناز. أول حاجة كنعتذر على الغياب ديالي صراحة اليوم، هاد المرة طولت شوية نظرا لظروف، وفي نفس الوقت كنحب أنني نشكر شكر خاص للمتتبعات من البلد الشقيق اللي هو الجزائر. ما كتصوروش الفرحة ديالي ملي كنشوف انه تاني بلد اللي كيشوفني من غير المغرب هو الجزائر. شكر خاص للأخوات الجزائريات، وكنحب ان ما نكرش انكم تخليوا لي في التعليق ديالكم يعني من اي بلد كتشوفوني. كنتمنى انكم تدعموني كما ديما باللايكات ديالكم وبالتعاليق، وإلا كتشوفوا القناة ديالي لأول مرة ما تنساوش تابونا وتفعلوا الجرس باش توصلوا إن شاء الله بالجديد ديالي. وصفة اليوم هي عبارة عن بارفي او شوكولا، وصفة اللي جد مميزة بما أنها ما فيهاش جيلاتين، وهذه الوصفة ممكن تستعملوها بمناسبة رأس السنة. واخا أنا ما كنحتفلش به، ممكن تاني ديروها في الأعياد الميلاد أو كديسير. الوصفة ديال اليوم كنحتاجو ليها في المقادير. أول حاجة لاباط جينواز، غادي نستعملو فيها 4 ديال البيضات بدرجة حرارة المطبخ، دقيق 120 غرام، وبالنسبة لسكر حبيبات أو سنيدة أنا درت هنا 100، هي المفروض 120 غرام، ولكن أنا كندير غير 100. علاش؟ على قبل السيرو من بعد غادي نديروه، فباش ما تجيش، باش ما يجيش حلو بزاف، ديك لاباط ما تجيش حلوه بزاف. القاعده كتقول انه كل بيضه كدير فيها 30 غرام ديال الدقيق و 30 غرام ديال السنيده. غادي نحتاجو لواحد فاني وقبصه ديال الملحه باش كنعادلو المذاقات. كناخدو اناء فاش غادي نخدمو البيض او فاني بالاستعانة بطراب يدوي. هاد المرحلة من الاحسن ضروري طراب يد عفوا بطراب الكهربائي. هاد المرحلة ضروري نستعنو بطراب كهربائي او لا بالعجانة الا كانت عندكم. المهم الطراب اليدوي ما ينفعش. كنطرب البيض وكنضيف من بعد سكر حبيبات او سنيده، كنضيفهم غير بشويه بشويه، يعني تقريبا الكميه ديال 100 غرام كنضيفها على 2 ديال المراحل او 3 ماكسيموم. كنبقى نطرب حتى كيبان ليا انه الخليط اللون ديالو كيبدا يبهت، وكنوصل لمرحله واحد المرحله اللي كتسمى المرحله الثامنه. المرحله الثامنه اللي غادي تشوفوها معايا من بعد، فين كنعرف انه صافي خاصني نتوقف على التطريب باش نضيف من بعد الدقيق. كنستمر في التطريب. كتاخد شوية الوقت، ولاني حاجة مرحلة اللي سهلة جدا. يكفي انكم تتبعوا زعما تتبعوا الطريقة والمراحل بحذافيرها باش كتضمنوا نجاح الوصفة. هانتوما كما كتشوفوا كنحاول نكتب 8، كتبقى باينة تقريبا واحد 3 4 ثواني على السطح.
كنعرف راسي صافي خاصني نوقف من التطريب، وغادي نبدا نضيف الدقيق، الدقيق مغربل من قبل طبعا، وكنبدا نعاود تاني نضيفه على شكل يعني بالغربال كما كنقولوا امبلوي، يعني بحال شكل الشتا باش ما تدقسش لينا العجين، وكنطربو من التحت للفوق. كنعتذر على التصوير، ما تصورتش لي هذه المرحله. من بعد ما طربنا ما خلطنا مزيان من التحت للفوق، صافي كناخدو لاطا ديال لا جينواز العبار ديالها 30 على 40، وكان نسرحو فيها الخليط ديالنا بالاستعانة بسباتول. طبعا في هذه الأثناء الفران كيكون مسخن من قبل، مسخن مزيان، وكنوضعو ومن بعد كنهبطو الحرارة متوسطة يعني العافية ما مجهداش، وكنوضعو فيها لاطا ديالنا تقريبا كطيب 10 دقائق هكاك. هنا كناخد لا كريم فخاش 500 غرام او القشدة الطرية 500 غرام، وكنبقى نطربها مزيان. ضروري القشدة الطرية تكون في الثلاجة من قبل وتكون باردة باش كطرب لينا دغيا، وحتى الإناء يكون بارد. صافي كنطربوها، كنحصلوا عليها بحال هكا، ومن بعد غادي نخرجوا لا جينواز ديالنا من الفران. ها نتوما كما كتشوفوا، نردو البال ما نطيبوهاش بزاف والا غادي تقسح لينا. كناخدو بابي سولفوريزي وكندردرو عليه سكر حبيبات، وكنقلبو فيه لا جينواز باش كتبرد، وبشويه حتى كنحيدوها من بابي سولفوريزي. ها نتوما كما كتشوفوا باش ما تلصقش ليكم. الحمد لله هي كما كتشوفوها جات غزاله تبارك الله. دابا كنأتاكيو لاباغايا بومب. غادي نحتاجو 3 ديال البيضات، 100 غرام ديال سكر حبيبات او سنيده، كنطربوهم مزيان بالطراب اليدوي حتى كيدوب لينا داك السكر مزيان، ومن بعد كنوضعو فوق عافيه مهيله ما كنحبش من التحريك. هاد المرحله كتبغي وقت كبير، تقريبا واحد 8 دقائق هكاك ولا، وما كنحيدش من حداها. كما كتشوفوا كنحصل على هاد الخليط، يعني كيتقال البيض بحال هكا، كنضمنوا ان البيض عقمناه كيتقال، ومن بعد غادي نضيفوا ليه الشوكولا. الا حسيتوا به فيه حبيبات زيدوا لهاد الخليط صفر ديال البيض، صفر ديال البيضه وحده، وخلطوا عاوتاني مزيان ووضعوه فوق العافيه واحد شويه، ومن بعد حيدوه. دابا غادي نضيفوا مباشره من بعد من فوق النار، غادي نضيفو 250 غرام ديال الشوكولاتة من النوع الجيد، شوكولا غيش او شوكولا دو كوفيرتور. كنخلط الشوكولات، كيدوب ليا غير بديك درجة ديال الحرارة تاع البيض. في حال الى بقاو لينا واحد الحبيبات، هنا ضفت شويه ديال الملحه، الملحه كتعزز النكهه ديال، كتخرج لينا النكهه ديال الشوكولات، كتجي رائعه. غير شويه طبعا، هي قبصه. كنطرب في حال كنخلط مزيان، في حال الى بان ليا باقي خاصني واحد شويه كنوضعو فوق عافيه مهيله او فوق حمام مريم غير واحد شويه باش يذوب ليا الشوكولات مزيان. صافي، ومن بعد كناخد شويه ديال لا كريم فويتي، لا كريم القشده اللي القشده الطريه اللي طربناها من قبل، كناخد غير شويه منها وكنحرك بسرعه مزيان باش دغيا كينسجم الخليط
وفي نفس الوقت الحرارة ديال الشوكولا كتهبط. هذا ما كاينش. بغيت نشير واحد المسألة، أنا الشوكولاتة راه خليته شوية دفا، عادة باش لحت ليه ديك عادة باش ضفت ليه ديك الكمية ديال القشدة الطرية في الأول. من بعد صافي كنعاود نخلطو في الإناء اللي فيه لا كريم فريش، وكنبقى نخلط من تحت للفوق. دابا ما نخافش على الشوكولاتة ديالي أنه يتجمد. كنكب الشي اللي بقى ليا وكنبقى نخلط من تحت الفوق مزيان باش ينسجموا ليا العناصر. ما كاش خليو ليا في التعليق كيفاش كدوزو ليلة راس العام، واش كاينين شي طقوس، واش كتحتفلوا، واش كديروا الحلوى، او لا كدوز عادي بحالي انايا. صراحة ما تنحتفلش بيه. كنا فاش كنا صغار يعني كان الوالد ديالنا تيجيب لنا الحلوى وكنحتفلوا وكل شيء، ولكن مني كبرنا صافي يعني ما بقيناش نهائيا كنحتفلوا به. هنا تنقطع على حساب كنقطع لا بات جينواز على حساب المول اللي عندي. طبعا الشيء الاخر اللي كيشيط راه ما تيضيعش، كيكونوا الوليدات اللي كياكلوه او لا ممكن اننا نديرو بيه حلوى اخرى. انا خبيته في الفريغو حيت الا ما خبيتوش ولدي ما غاديش يخليه، او لا الزوج ديالي نيت كناخذ الفيلم اليمونتير. علاش؟ لانه هنا غادي ندير مونتاج ا لانفير، غادي ندير لاموس او شوكولا هو الاول تحت، وعاده باش غادي ندير لا بات جينواز الفوق. هذا كيساعدني انه السطح ديال الحلوى كيكون مسرح اكثر. غادي نوريكم كيفاش كان صوب لاموس. اول حاجه كنبدا بالجوانب باش كنتاكد بهذه الطريقه، باش كنتاكد انه ما كاينش فراغات ديال الهواء هو الاول في الجوانب، وعاده كنعمر الوسط وكنقاد الوجه ديال الحلوى مزيان. ومن بعد هنا عفوا قلبت لاباج جينواز. نورمالمون هاد الوجه اللي والي الفوق خاصو يولي لتحت، ونكون ديجا هو الاول حتى نسقيها، عاده باش نقلبها. للاسف غلط. دابا من بعد ما درتها في الفريغو ليله كامله، خرجتها من الفريغو، غنحاول بالموس انني نقادها. ومن الجوانب نستعمل شي فوطه فيها ما سخون باش نقدر بسهوله انني نحيد الاطار الحديدي او المول. دابا غادي نحاول نقاد، غادي نديباراسي هو ولا طاب باش نقدر نخدم طونكيل. وكنقاد الجوانب وكنقاد الفوق في حالة الا كانت شي فراغات. بالنسبه للتزيين ديال هاد الحلوى غادي يكون بسيط جدا. اي اخت ممكن تصاوبو يعني. هنا كنستعمل مصفات، وكان ندير الكاكاو. انا الكاكاو هنا درت له باغي واحد كاكاو اللي من نوعية جيدة. الكاكاو الحقيقي راه كيكون في هذا اللون، ما كيكونش كحل. هنا زوقت بالشوكولا، انتم لكم الاختيار. طبعا كنتمنى ان الحلوة ديال اليوم تجربوها وتردوا عليا الخبر. كتجي رائعة. الناس اللي كيشوفوا القناة ديالي لأول مرة،
ما تنساوش تشاركوا فيها و تفعلوا الجرس باش توصلوا ان شاء الله بالجديد ديالي. صدقوني راه كتجي غزالة، وكما كتشوفوا سهلة جدا. في انتظار الفيديو القادم أخواتي، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.